لو حضرتك عندك الشكل ده في رقبتك او في منطقة الإبط وجربت معاه حلول وتنظيف وكريمات وحاجات كتير ولسه ما راحتش، فاحب اقولك ان ده مش مرض جلدي وان ده مؤشر على حاجة تانية اخطر بكتير. اكيد هقولك هي ايه، بس يا ريت تشارك الفيديو يمكن اي حد يستفاد منه. مؤخرا في الفترة الاخيرة ناس كتير بدأت تظهر عليها العلامات دي، والكل تقريبا بقى فاكر ان دي حاجة جلدية وبدأ يستخدم لها كريمات او وصفات علشان ينظفها، لكن الحقيقة ان دي حاجة عندنا في الطب بنسميها الاكانسوزيس نيجريكانس، ودي علامة مهمة جدا جدا على مقاومة الانسولين. يعني عندك انسولين في جسمك لكن للأسف جسمك بيقاومه ومش بيعرف يشتغل، وده اللي مع الوقت هيبدأ يدخلك في مرض السكر. فلو بيظهر عند حضرتك الشكل ده او تعرف اي حد عنده الشكل ده، ياريت تنبهه فورا انه لازم يبدأ يهتم بأكله ويبدأ يخسس وزنه شوية، لانه في الغالب بيكون وزنه مليان. واهم حاجة انه يبدأ يتحرك او يعمل تمارين بمعنى اصح، لان للأسف لو ساب نفسه كده ممكن موضوع المقاومة ده يتطور ويدخل في الدايابيتس تايب 2 اللي هو السكر من الدرجة التانية. أشوفكم في فيديو جاي، مع السلامة.